من أكتر ما يطمئن الإنسان المجتهد اللي بيسعى على رزقه هو إيمانه بل يقينه بأن الله هو الوهاب. الكل محتاج للوهاب. شخص المجتهد في بداية حياته عشان يكون نفسه، شخص الباحث أو الباحثة عن شريك الحياة لبناء بيت كل حب وسكينة، اللي نفسه يأمن نفسه وعياله ويتأكد من حسن أخلاقهم، اللي لسه بادئ شغل جديد بجدية ونفسه ربنا يفتح له الأبواب المقفلة، كل دول ملهمش غير الوهاب. الوهاب هو العاطي دون استحقاق من العبد ودون غرض منه، بيديك حتى لو ما تستحقش، وبيديك وهو مش عايز منك حاجة دون غرض منه سبحانه وتعالى. يعني مثلا تقول له يا رب أنا اشتغلت وتعبت بس لسه خبرتي قليلة، يا رب هبة كده من عندك وفقني أرتقي للخطوة اللي جاية وأنا هعمل اللي علي. يعني يا رب أنا بحب بنت ومش عايز أغلط ولسه مش جاهز ماديا أو للجواز، هبة من عندك يا وهاب يسر لي الجوازة دي. زي ما سيدنا زكريا بعد ما كبر في السن لسه بيحلم بالولد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا، كل الأسباب مش موجودة، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. نفس الدعاء اللي دعاه سيدنا إبراهيم، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. يعني بعد انقطاع الأسباب جاءت الهبة من الوهاب سبحانه وتعالى. الصالحين في بيوتهم بيحبوا يعيشوا عيشة سعيدة، يربوا العيال تربية سوية ويكرموا شريك الحياة عشان البيت يتملي بالحب، لكنهم عارفين نفسهم إن مع شدة الدنيا وسرعة الحياة ساعات بيأثروا كتير، فتلاقي دعائهم يا رب لو أثرنا وما نستحقش السعادة يا وهاب هب لنا سعادة، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. سبحان الله، ساعات الواحد لو أثر في التربية أو أخلاقه ما كانتش كويسة ومعاملته ما كانتش كويسة هيحاول، لكن يا رب أنت أجبر يا وهاب تقصيري. ويشجعك الوهاب إنك تطلب منه إنه يهب لك التيسير في كل خطوة في حياتك، ويهب لك الهداية في كل خطوة في حياتك رغم تقصيرك. قال تعالى على لسان المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حتى لو إحنا وحشين خلي يا رب رحمتك هبة من عندك. وشوف كلمة رحمة جاءت نكرة، مش هب لنا من لدنك الرحمة، رحمة عشان تفيد العموم. يعني يا رب هب لنا من لدنك رحمة ثبات على طريقك رغم أخطاء المتكررة، هب لنا من لدنك رحمة بالشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله عند مفارقة الدنيا، هب لنا من لدنك رحمة بإجابة الملكين لما انزل القبر، هب لنا من لدنك رحمة في الآخرة بالتجاوز عني رغم عدم استحقاقي لهذا. سبحان الله، ربنا الوهاب مش بس وهاب في الدنيا، هيستمر معاك في الآخرة. يوم ما تبقى في الجنة وعيالك أو أهلك في مقام أعلى منك أو عيالك في مقام أقل منك وتقول يا رب نفسي نعيش مع بعض زي ما كنا عايشين في الدنيا، مش أنت اللي تنزل، هم اللي يطلعوا، هبة من الله. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يعني ربنا هبة من عنده، يوهب للعالي يوهب له الأقل مش ينزله، لأنه هو الوهاب. إذا أردت أن يتجلى عليك الوهاب في كل خطوة في حياتك فكن أنت أيضا وهابا مع العباد. وهاب يعني تعطي دون استحقاق للعباد وتعطي دون غرض من غير مصلحة. فاكر لما ربنا وصفهم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. فيوم القيامة هيبقى كله خير للناس دي هبة من الوهاب كما كنت وهابا للخلق في الدنيا. فاللهم يا رب هب لنا من لدنك سعة في الأرزاق وتيسيرا في كل خطوة في حياتنا،
وهداية لقلوبنا في أزمنة الفتن.